بجد الترحيب بحضراتكم مره تانية، وبنرحب بنجومنا النهارده احمد علي منور الدنيا. نورك يا ابراهيم والله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. احمد عطا منور الدنيا حبيبي يا ايمن، مساء الفل عليك. الحمد لله تمام، كله زي الفل. قبل ما نطلع فاصل بسرعه، الدوري كده قرب للاهلي ولا ماتش بيراميدز؟ ماتش بيراميدز ان شاء الله. ماتش بيراميدز الاهلي يكسب اعتقد يبقى قرب من الدوري بنسبه كبيره. تعادل يبقى لسه الدنيا فيها يعني. عطا اكيد لو الاهلي كسب ماتش بيراميدز الاخير، بس انا بشوف الجون قفشه اصلا فرق كتير يعني اللي فات. طبعا فرق كتير. لو تعادل بتاع بيراميدز كان تعادل كان الامور ممكن تبقى اقرب شويه، لكن حتى لو بيراميدز فاز هيبقى فرق نقطه مازال نظريا يعني. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.